ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ما يقوم به المشجعون الجزائريون في قطر من مضايقات تجاه المشجعين المغاربة، وخاصة عندما يكون لقاء صحفي مع المغاربة، حيث يتم ملاحظة إقحام الأعلام الجزائرية، علما أن المنتخب الجزائري قد أقصي من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر على يد المنتخب الكاميروني، وبالتالي فهو لم يشارك في هذا المونديال. ومع ذلك نلاحظ كل مرة مضايقات مشجعيه للمشجعين المغاربة. Stand by.